إذن الجديد في عالم الخط وأهم المواعيد الثقافية التي ستحيي فضاءات تونس الثقافية الأبرز من الجهات والعاصمة خلال رمضان، نقف عند زخمها مع ضيفة الأخبار الليلة مشاهدينا وزيرة الشؤون الثقافية سيدة حياة قطاط القرماز. إذن أهلا وسهلا بك يا سيدة الوزيرة. لنبدأ، كنا نتابع جديد العاصمة في هذا الشهر الكريم، ما هو جديد الجهات لشهر رمضان المعظم من حيث الأنشطة الثقافية التي ستقدمها وزارة الثقافة في مراكزها المتخصصة؟ شكرا لك، صحة أهلا شريبتكم، وسهلا. نشكرك على هالاستضافة هذه. في الحقيقة احنا السنة أول حاجة فما الدورة الثانية متاع رمضان في المدينة، وتفضل توا نعم سي محمد الهادي يقدم البرنامج، هو برنامج زخم. احنا عندنا أنشطة ثقافية في كل جهات الجمهورية التونسية دون استثناء، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. البرمجة باش تكون متنوعة، لكن باش تكون متناسقة مع هذا الشهر الفضيل. دونك باش نركزوا شوية على الصوفيات وعلى الموسيقى الوترية، وباش يكون فما حضور لكل القطاعات الفنية وكل ما يتعلق بالمسرح، السينما. خاصة أننا نحتفي هذه السنة بمئوية السينما التونسية. التونسية دونك احنا عندنا برنامج هام جدا اسمه السينما تجمعنا، باش يتواصل في رمضان. ديجا احنا شهر تقريبا غطينا كل ولايات الجمهورية بعروض مختلفة لأفلام تونسية. عندنا التنشيط نتاع الساحات، معناها فن الشارع. عندنا الإضاءة الفنية للعديد من المعالم التاريخية. هلا سميتي معلما او اثنين السيدة الوزيرة مثلا في احنا اطار التشويق. عندنا مثلا إنارة جامع الزيتونة نعم كما عم نقول، نعم إنارة فنية، جامع عقبة ابن نافع. زاد باش سننير البعض مثلا كما الموزولي دو دوك. عندنا معناها برنامج في هذا الإطار. ثم فما الحاجة الجديدة باش نستعملوا او باش نعتمدوا على التقنيات الحديثه وعلى العالم الافتراضي لاعاده بعض ابواب مدينه تونس. نخلي لكم التشويق، معناها باش نعاودوا الابواب بالاناره وبطريقه افتراضيه. هذا بفضل الجهود اللي يقوم بها مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. وستعلنون دونك عن رابط، مواعيد هذه الاناره في نعم الصفحات الرسميه نعم لوزاره نعم نعم الشؤون الثقافيه طبعا. حبيت جوست نقول لك عن تفضل. قرابة 1800 نشاط طيلة نعم هذا الشهر، ولا معناها المندوبيات الجهوية كلها حضرت برامجها. تعاملنا مع المجتمع المدني، تعاملنا مع القطاع الخاص، معناها باش تكون تغطية هامة. لكن أنا أكدت خاصة على التنشيط، تنشيط الشارع، وعلى التنشيط الساحات العمومية. نعم سيدة الوزيرة، قد يتساءل التونسيون هل من رهانات ورؤية استراتيجية جديدة للوزارة حتى يصبح الفعل الثقافي فعلا يوميا غير مناسباتي؟ هل من جديد في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية إن وجدت؟ ما الذي تعدون به في إطار تحريك الحياة الثقافية؟ مثلا ثمة جديد فيما يتعلق بالسينما، فيما يتعلق بالخط العربي، هل ستكون هذه بدايات لديمومة ثقافية وفعل ثقافي مستمر خارج المناسبات وخارج شهر رمضان؟ حتى تكون هناك ديمومة ثقافية يجب اعتبار ثقافة اقتصاد، يجب اعتبار الثقافة محرك للتنمية. هذا إلى جانب الدور اللي تقوم بها الثقافة في تغذية الروح، في بناء العقول، في تحسينها ضد كل التيارات التطرف والانغلاق. راهي الثقافة اقتصاد. وقت اللي نوليو ننظروا لها الثقافة كاقتصاد باش تولي فعل يومي. باش تولي فعل يومي. دونك احنا قاعدين نخدموا او استراتيجيتنا تتمحور حول الصناعات الثقافيه الابداعيه. وقاعدين عندنا بعض المحاور اللي بدينا نشتغلوا عليها. ماذا بيا ناكد على حاجتين. اول حاجه عندنا سنة كما قلت لك فما مئويه السينما. اول مره وزاره الثقافه في منذ نهايه شهر جانفي قررنا أنه يكون الحوار أو يكون التفكير مش فقط من الوزارة، معناها بطريقة فوقية، بل بتشريك نعم. أهل القطاع. وفي علاقة بمركز الفنون الخط العالمي الجديد السيدة الوزيرة، ماذا تقدمين للتونسيين الليلة؟
فما مشروع، هو مشروع رئاسي تقدمت به تونس لإنشاء المركز العالمي لفنون الخط، وهذا مشروع ريادي باش يصير إنجازه على هو باش يكون امتداد لمدينة الثقافة في ذلك، في تلك المساحة، مساحة تقريبا تغطي هكتارين موجودة بين مدينة الثقافة والفندق اللي أمامها. المركز هذايا بطبيعة هو أجمل ما هو موجود في فنون الخط، يبقى دائما الخط العربي، لكن المركز هذايا باش يغطي حتى الفنون القديمة، باش يكون مركز بحثي، باش يكون مركز توثيقي، باش يكون مركز مفتوح لكل الطلبة، لكل رواد وأحباء الفنون الخط العربي، وباش يكون خاصة في دورات تكوينية، وباش يكون عنده علاقة بالمهن المتعلقة بفنون الخط. احنا نعرفوا لي الخط فقد دوره الوظيفي، ما عادش يستعمل فقط للكتابة، وتطور وأصبح يستلهم الفنانين وأصبح حروفيات. إذا المركز هذايا باش يكون زاد مفتوح لتنشيط هذه المهن، كما النقش على الرخام، كما النقش على المعادن، كما التزويق على الخشب وغيره، وباش يكون فيه متحف الخط أو فنون الخط، باش يكون فيه زاد مكتبة، وباش فيه تكون فيه إقامات فنية، وباش يكون اسمه اقرأ. هذا مقترح من سيد الرئيس، في مسالك سياحية. نعم نعم، أنه يكون اسمه يحمل اسم اقرأ. نعم. وباش نحاولوا أنه نستعملوا فيه التكنولوجيات الحديثة، نعم. دونك باش تكون فما إضاءة غامرة باش تخرج من الوسط المركز الصحن نتاعو، ومعناها أن باش نراوها في السماء مكتوبة اقرأ. إن شاء الله باش يكون بالتوفيق. مشروع جميل جدا، وباش يكون تحت إشراف المنظمة الأممية للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وباش نتعاونوا فيه زادة مع الأليكسو ومع منظمة الإيسيسكو، وباش يكون مفتوح لكل الدول باش تشارك فيه. شكرا لك سيد وزير على هذه المعطيات، وشكرا على قبولك دعوتنا في جولة